صحة شريبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث مقياس. ثم برشا رجال يحبوا في ديارهم وحياتهم وخدمتهم كل شيء يبدا ماشي كالمسرة، وعلى أقل غلطة وإلا هفوة وإلا غفوة تصير من الناس اللي عايشين معاهم يعملوا مشكلة وأقلها ملاحظة. يبربشوا على عوج من الحيوط ويحسوا الناس اللي معاهم اللي هما ديما ناقصين وديما غالطين، واللي هما ما هماش فاهمين الدنيا هذه كيفاش لازمها تمشي وكيفاش لازمك تتصرف فيها، ولا يفهموا ولا يتفهموا انه المرأة ساعات تتعب وساعات حركة الدار تغلبها، وزيد على مرمتها كان هي بخدمتها وهذا الحمل الداخل والبرة وقراية الصغار ومرضهم ومشاكلهم. الرجال هذم عندنا برشا منهم في عائلاتنا يحكموا بحكامهم، وشكون ينجم يتكلم قدامهم وإلا يقول لهم راكم غالطين في أرواحكم. خلينا نتفرجوا على حكاية الليلة ونشوفوا البطل متاعها يطلعش حتى هو واحد منهم. ديما في صنعتك مش نقول لك تشرب وترجع الغطاء. سامحني يلا غالب ديما ننسى. احسنت. تاكل إلا ما تلمدوا الناس الكل ونقعدوا. باهي سامحني. شاي. مانيش فاهم كيفاش تنجم تاكل فيه السكر بمطعم القزز. فهمتش والله ما فهمت كيفاش نجمت تاكلو كاسكالوب، كيفاش نجمت تعدي هنا وانت حياتك كامله ما تمسش هيك ما تضربش هيك ما تشدش هيك ما تحكيش معاه هيك. شوفي يا عشولتي، امك طول عمرها تخدم فينا وصابره تعاني فينا ليلة مع نهار، عمرها نهار قالت مليت ولا كليت، اليوم تقدر ربي وطيبت لنا ماكلة محروقة ما نعدي لهاش. ما
أي سيدي طلع الراجل ناس ملاح وكابس مع ولده على خاطر يربي فيه، وحتى في العمر هيك ما سلمش فيه، وسكت على مرته اللي جابت اللحم محروق على خاطر شافلها باللي أكثر من غلطة صارت والواحد ينجم يعديها. شافلها بشقاها وتعبها سنين وهي مثنية على عائلتها، توكل وتشرب تنظف وتطيب، تقري وتربي وتسهر الليالي على رجلها وصغارها. يعاد زعم حرام فيها كل واحد يعديلها وياخو بيدها، وحتى كي تغلط علاش الواحد ما يقولش هيك من كثرة التعب اللي عليها، وفي عوض يعملها مشكلة ويقيم الدنيا وما يخليها، ينجم بحركة بسيطة برك إنه ما يعمل حتى ملاحظة أو مشكلة على الحكاية هيك. ينجم يعطي شعور للمرأة من أكثر المشاعر اللي تستحق لها، اللي رجلها حاسس بيها ومقدر تعبها، والأكثر من هكا صابر على أغلاطها اللي ما عندها حتى ذنب فيها. وبعد هذا ودونه ما فيها باس كي الراجل يهز مع مرته ظن القفة كيما هي هازة معاه ظن الدنيا. ما فيها باس كي ينقص من الملاحظات ويشوف شنو ينجم يعاون به مرته في دارهم. المرأة التونسية اليوم ما يعلم بحالها كان ربي، وبرشا رجال عاملين رواحهم ولا الدار مش هوني، وكانهم فاضيين شغل يا في الدار ينقرزوا يا في القهوة يلعبوا، والمرأة والصغار فخار يكسر بعضه، وهذا لا يرضي ربي ولا عباده. وإن شاء الله كل رجل تونسي نلقاوه كيما الليلة حنين وسخيف على مرته وشريكة عمره، وما فات شي راهو اللي راجع روحه ويلقى روحه غلط ينجم كل شي يتصلح ويلقف روحه. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة الليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. صباح الخير وليلتكم زينة.